بعض المواهب الشابة وجد فرصته بل وضع بصمته في الملاعب خلال الموسم الماضي، على الرغم من زيادة عدد المحترفين الأجانب وجودة الأسماء المستقطبة للأندية منذ الصيف المنصرم، في مشهد يبعث على الاطمئنان لمستقبل الكرة السعودية. في الأندية السعودية يشارك 8 لاعبين محترفين أجانب بعد قرار زيادة العدد منذ عدة سنوات، ورغم الحديث عن غياب الأسماء الواعدة من اللاعبين السعوديين عن المشاركة والوجودة، فإن هناك مواهب نجحت في فرض نفسها بصورة واضحة هذا الموسم. وتتأهب الأندية السعودية المشاركة في الدوري السعودي للمحترفين لزيادة أخرى في عدد اللاعبين المحترفين الأجانب من 8 أسماء إلى 10 أسماء، يشارك منهم في المباريات 8 بصورة دائمة، بينما تظل مشاركة الأسماء العشرة مفتوحة في مباريات كأس الملك وكأس السوبر. ورفع اتحاد كرة القدم السعودي قائمة المحترفين الأجانب إلى 10 أسماء مقابل تقليص قائمة اللاعبين السعوديين إلى 15 لاعبا، وذلك بهدف منح مزيدا من الأسماء فرصة المشاركة في الرحيل إلى أندية أخرى عوضاً عن البقاء في مقاعد البدلاء.